ساحة تونس صراحة منطقة مرة ممتازة، فيها معالم تاريخية كثيرة وفيها متاجر وكافي شوب ومطاعم. هذه المطاعم موجودة فيه طبعا له مدخلين، مدخل عشان هذا هو المقبرة اليهودية فوق، وهذا هو الحي اليهودي، ورانا شو اسمه هنا، هذا المعبد اليهودي. هذه ساحة براغا الفلكية، وهذا كنيسة هنا، وهذه الساحة. أقوى ميوزيم موجود من ضمن المعالم، ما أدري عدد تتبعني، لكن الأمر بسيط. رجالي طالع بالله بالدربير وأنا أغطيك عليه. هذول ايام سلبين كثير اليوم. أنا حطيت اسمي على فيديو خاص موجود على قناة فيديو في اليوتيوب. بس طبعا الناس أحد معالم مدينة راقة مهمة، هذا شيء غريب. أطفال غير أطفال بندخل نشوف أول تاون سكوير، يعني متر تقريبا طلعنا من السوق، سوق البرونكس، الماركة، دخلنا على